اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والساده وزراء الكهرباء والطاقه المتجدده والخارجيه والتعليم العالي والبحث العلمي والماليه والصحه والسكان والزراعه واستصلاح الاراضي والتجاره والصناعه وقطاع الاعمال والنقل ورئيس المخابرات العامه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مجمل أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي ومنذ فبراير الماضي حيث جاءت تلك الرئاسة تتويجا لجهود مصر على مدار السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وتجسيدا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية ووجه السيد الرئيس بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها وكذلك تسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة والانخراط بفعالية في صياغة تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها خاصة الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم وال الامن في افريقيا اخذا في الاعتبار محاور اجنده التنميه الافريقيه 2063 ورؤيه مصر للتنميه المستدامه 2030